السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في الفيديو رقم 30 من كورس اللايت كارنت. اتكلمنا في الفيديو اللي فات عن التراديشنال تليفون سيستم، وشرحنا الأنالوج تليفون والديجيتال تليفون والكومبوننت بتاعت السيستم ككل عبارة عن إيه. النهاردة إن شاء الله هنبدأ نتكلم على الأي بي تليفون، ونعرف برضو مكونات السيستم دوت ايه وبنوصلها ازاي مع بعض. قبل ما نتكلم على الاي بي تليفون، تعالوا نفتكر كده مع بعض لما كنا بنتكلم عن نظام الداتا، او لما بدأنا في الاستراكشر كيبل. قلنا ايه؟ بيبقى عندنا الاند ديفايس اللي هو زي البي سي، متوصل بلان كيبل على اوتلت في الحيطة ار جي 45، والاوتلت دوت ماشي بكابل في الحيطة وماشي على ترانكات لحد ما يوصل للراك اللي موجود في غرفة الاي تي. يبقى انا هنا عندي ار جي 45 اوتلت، بعد كده بطلع منه بلان كيبل بيمشي لحد ما يوصل للراك اللي في الاي تي روم، والراك ده جواه باتش بانلز وسويتشات. خلينا فاكرين الحاجات دي كويس جدا. وبعد كده قلنا ان انا بجمع كل الاوتلت دي على الراك، وبنزل من الراك بكابل لحد ما يوصل للسيرفر روم. يبقى انا جمعت اللين كيبل اللي جاي من الار جي 45 اوتلت لحد ما وصلت الراك اللي هو جواه باتش بانل وسويتشات، خلينا فاكرين. والكابل اللي هنزل بيه ده عبارة عن لين كيبل لو المسافة اقل من 100 متر، او فايبر كيبل لو المسافة اكبر من 100 متر. ايه بقى موضوع الاي بي تليفون؟ الاي بي تليفون هو نفس الفكرة بالظبط، بس بدل البي سي هيبقى عندي الاي بي تليفون، جهاز تليفون بس اي بي. يبقى انا بخرج من جهاز التليفون بلان كيبل عادي زيه زي البي سي، اوصله على ار جي 45 اوتلت، وبعد كده هخرج من الاوتلت دوت بكابل يمشي في الحيطه، يمشي على ترنكات لحد ما يوصل للراك اللي موجود في غرفه الاي تي. ادي الار جي 45 اوتلت ولان كيبل ما بين الار جي 45 اوتلت وبين الراك اللي في الاي تي روم، والراك دوت جواه باتش بانلز وسويتشات. مفيش اي مشكله ومفيش اي اختلاف، هي الفكره كلها انا شلت البي سي وحطيت الاي بي تليفون، وبعد كده جمعت كل الاوتلت على الراك ونزلت من الراك بكابل لحد السيرفر روم. ادي اللين كيبل اللي جايه من كل الاوتلت، وادي الراك اللي جواه باتش بانلز وسويتشات، ونزلت باللان كيبل او الفايبر كيبل على حسب المسافة. يبقى انا كده قدرت اعمل شبكة واحدة للداتا والتليفون مع بعض، بيختلف بس عندي الاند ديفايس اللي هوصله، وكل شبكة بيكون ليها ادرس بحيث ان الشبكتين او الداتا بتاعت الشبكتين ما يدخلوش على بعض، والكلام ده كله بيحصل في السيرفر روم عن طريق برمجة معينة مش هنخش فيها وما تهمناش يعني خالص. الاي بي تليفون طبعا ليه مميزات عن الانالوج تليفون، زي مثلا ايه؟ اكبر واهم ميزه ان انت لو عندك شركه وليها فرع موجود في مكان تاني خالص، عشان تعمل اتصال ما بين الموظفين اللي موجودين في الشركه دي والموظفين اللي موجودين في الشركه دي بالانالوج سيستم، كنت لازم يبقى عندك خطوط خارجيه. وطبعا عشان عدد الموظفين كبير هنا وعدد الموظفين كبير هنا، فكنت هتعمل تعاقد مع المصرية للاتصالات على عدد خطوط كبير جدا، فكده هيبقى تكلفة كبيرة على الشركة. لكن عن طريق الاي بي تليفون انا اقدر اعمل اتصالات عن طريق شبكة النت، عن طريق ان انا اوصل السويتش اللي موجود في الراك على راوتر في الشركة دي، والسويتشات اللي موجودة داخل الراكات في الشركة التانية أو في الفرع التاني بتاع الشركة أوصل لها راوتر، وهعمل ربط ما بين الراوترين أونلاين كله على النت. وبكده الموظفين اللي في الشركة دي هيقدروا يتواصلوا مع الموظفين اللي في الشركة دي بمكالمات تليفونية فور فري، من غير الشركة ما تغرم أي فلوس. أنا يا دوب زودت راوتر بس على السيستم، وصلت السويتش على راوتر عشان أقدر أقرأ البيانات ديت عن طريق شبكة النت ما بين الشركتين أو ما بين الفرعين. فدي طبعا ميزة كبيرة جدا موجودة في الـ IP تليفون.
لكن طبعا أي سيستم زي ما ليه مميزات أكيد ليه عيوب. تعال نشوف الـ disadvantage بتاعة السيستم دوت. أول disadvantage هي الكوست. طبعا الـ IP تليفون كسيستم مكلف جدا جدا عن الأنالوج تليفون. ليه بقى؟ انت هنا مستخدم لان كيبل كات 6 او كات 6 اي كات 7 على حسب اللي انت مستخدمه، مستخدم ار جي 45 اوتلت بدل الار جي 11 ودي طبعا اغلى، مستخدم سويتشات والسويتش دوت اكتر حاجة مكلفة في السيستم كله اصلا. عشان كده الاي بي تليفون الكوست بتاعته اعلى بكتير من الانالوج تليفون. وكمان ما ننساش ان الاي بي تليفون نفسه، جهاز التليفون نفسه الاي بي اغلى بكتير جدا من الانالوج تليفون العادي زي اللي موجود في البيوت. تاني ديس ادفانتج نفتكر بقى كده مع بعض الليميتيشن بتاعت الهوريزونتال كيبل، ان لازم اللينك كله او الكومبوننت بتاعت اللينك كله تكون من نفس الكاتيجوري عشان اقدر استفيد من الكاتيجوري اللي انا مستخدمها. مينفعش استخدم كومبوننت كات 6 وكومبوننت تانية كات 3 ولا كات 4 وكومبوننت كات 7، فبالتالي سرعة اللينك هتبقى على أقل سرعة فيه، على أقل سرعة كومبوننت موجودة فيه. نفتكر برضو الليميتيشن تاني اللينك سبيد، أو زي ما قلنا هتكون على أقل بارت في الكومبوننت بتاعة اللينك. النقطة المهمة جدا إن الماكسيمم لينث لازم ما يعديش 100 متر زي ما احنا عارفين. النقطة اللي بعد كده والأخيرة الإلكتريكال سبلاي. نظام الـ IP تليفون عشان فيه أكتف كومبوننت زي السويتشات فبيحتاج كهرباء على عكس الأنالوج تليفون، فبالتالي لو أنت ما عندكش جهاز UPS موصله على السيستم دوت، بالتالي لو الكهرباء قطعت السيستم دوت هيفصل أو الـ IP تليفون هيفصل. فلازم يكون عندك UPS يقدر يشغل السيستم دوت حتى لو الكهرباء فصلت على عكس الانالوج تليفون، ما بيتأثرش بانقطاع الكهرباء خالص. ولو لاحظنا كده في البيوت لما الكهرباء تقطع ارفع سماعة التليفون هتلاقي فيه حرارة وتقدر تعمل مكالمات، مفيش أي مشكلة عشان هو ما بيتوصلش على كهرباء. فدي كده الديس ادفانتج بتاعت الاي بي تليفون. عشان كل العيوب اللي موجودة في الاي بي تليفون دي وارتفاع سعر الـ IP تليفون نفسه وارتفاع سعر السيستم ككل وكل الليميتيشن اللي موجودة في السيستم دي، فالناس بدأت تفكر وترجع تاني للأنالوج سيستم. بس عشان مينفعش يرجعوا للأنالوج ويستغنوا عن المميزات اللي موجودة في الـ IP تليفون، فعملوا سيستم وسط ما بين الأنالوج وبين الـ IP اللي هو إيه؟ الـ IP Enable. السيستم دوت هو سيستم وسط ما بين الانالوج تليفون وبين الاي بي تليفون. خدوا المميزات اللي هنا والمميزات اللي هنا وعملوها في سيستم واحد. تعالوا نشوف عملوا ايه. الاند ديفايس هيبقى عندك انالوج تليفون او اي بي تليفون زي ما انت عاوز، هات مفيش مشكلة، هيتوصل في الحيطة على ار جي 45 اوتلت، ده ما اتغيرش عن نظام الاي بي. ال RJ 45 outlet دوت بتوصل بلان كيبل ماشي في الحيطة لحد ما يوصل للراك اللي في ال IT room. برضو اللان كيبل ما بين ال outlet وبين الراك متغيرش. ليه بقى احنا عملنا RJ 45 outlet وليه عملنا لان كيبل ما بين ال RJ 45 outlet وبين الراك؟ قالك عشان لو ربنا كرم في المستقبل وغيرت السيستم بتاعك او غيرت التليفونات اللي عندك وجبتها كلها IP، يبقى الاوتلت جاهز ان انت تركب عليه على طول بدل ما تجيبه ار جي 11 وتغيره، لا هو خلاص ار جي 45 وجاهز ان انت تركب عليه الاي بي تليفون. كمان الكابلات اللي ماشيه في الحيطه واللي ماشيه على ترنكات فوق السقف الساقط ما ينفعش تجيبها تليفون كيبل اللي هو كابل التليفون العادي، عشان برضو لو ربنا كرم وقلبت السيستم كله اي بي مش هتقدر ان انت تسحب الكابلات اللي ماشية جوه الحيطة واللي ماشية على ترنكات او اللي ماشية في مواسير في السقف، الموضوع هيبقى صعب. فخليناها لان كيبل تشتغل في الحالتين سواء اي بي او سواء انالوج. يبقى احنا عندنا ار جي 45 اوتلت
بوصل عليه انالوج تليفون او اي بي تليفون، عندنا لين كيبل ما بين الاوتلت وبين الراك. طب الراك بقى هيبقى جواه ايه؟ هيبقى جواه باتش بانلز برضو، واستغنينا عن السويتشات اللي هي بتسحب كهرباء واللي محتاجة كهرباء، وجبنا اي دي اف بتاعة الانالوج سيستم. تمام. وبعد كده جمعنا كل الاوتلت ودخلناها على الراك. ادي اللاين كيبل دخل على الراك اللي جواه باتش بانلز واي دي اف. وبعد كده هنزل من الراك او من السويتشات بكابل لحد تحت، هنشوف لحد تحت فين وهنشوف الكابل دوت ايه. في الاي بي تليفون وفي الداتا تليفون كنا بننزل بكابل كبر لو مسافة اقل من 100 متر، او كابل فايبر لو مسافة اكبر من 100 متر. في النظام الميكس بقى اللي هو الاي بي انيبل، انا هنزل بكابل تليفون عادي. طب اشمعنى هنا استخدمت كابل تليفون؟ لان الكابل دوت بيكون نازل في شافت او في رايزر من كل غرفة اي تي لحد الغرفة الرئيسية بتاعة الاي تي، والكابل دوت ماشي على تري او على ترنك، فسهل ان انا اغيره. لو قلبت السيستم اي بي اروح شايل التليفون كيبل واحط كابل فايبر، ما عنديش اي مشكلة وما عنديش اي صعوبة. احنا بنحاول نوفر على قد ما نقدر. هنزل بالكابل بقى دوت لحد فين؟ لحد ال MDF اللي موجودة في البابكس روم، او اللي موجودة في المين اي تي روم. تمام كده؟ ماشي. زي ما احنا عارفين بقى ان البابكس دوت اللي بيعمل ماتش ما بين اللي بره المشروع واللي جوه المشروع. طب ايه اللي بره المشروع؟ دي الكابلات اللي جايه من الماسوريه اللي اتصلت، ممكن تبقى كبر ممكن تبقى فايبر. طيب اللي جوه المشروع اللي هو ايه؟ اللي هو السيستم بقى اللي انا ماشي بيه، سواء انالوج سواء اي بي، ماشي بكابلات تليفون، ماشي بكابلات فايبر، البابكس هو اللي بيعمل الماتش دوت. يبقى في الاي بي انيبل ما عنديش لاند سويتش، لغيت السويتشات خلاص واستبدلتها بالاي دي اف. كمان عندي باتش كورد ما بين الباتش بانل والتليفون 110 كروس كونكت. الاي دي اف ليه اسم تاني اللي هو 110 كروس كونكت، عشان لو حد شافه في حتة ما يستغربش الاسم دوت، هو اسمه اي دي اف او اسمه 110 كروس كونكت. يبقى انا عندي باتش كورد ما بين الباتش بانل وبين الاي دي اف، زي ما كان عندي باتش كورد ما بين الباتش بانل وبين السويتش. تمام. النقطة التالتة، عندي مالتي بير تليفون كيبل من الاي دي اف لحد الام دي اف، زي ما احنا شفناه في السلايد اللي فاتت، وزي ما شرحنا في الانالوج سيستم ان انا بعمل سايزنج للام دي اف على حسب هي بتغذي كام اي دي اف، وكل اي دي اف فيها كام خط او فيها كام بير. واخيرا عندي كونكشن كورد ما بين ال MDF اللوحة الرئيسية بتاعة التليفون وبين البابكس على حسب البابكس طيب والتكنولوجيا بتاعتها، مفيش أي مشكلة خالص. يبقى زي ما احنا شفنا مع بعض، قدرت تاخد المميزات اللي موجودة في الأنالوج سيستم، وقدرت تاخد المميزات اللي موجودة في الـ IB سيستم، وعملت ميكس ما بينهم وطلعت الـ IB Enable سيستم. لو ملاحظين احنا لحد دلوقتي عمالين نشرح في سيستم، ونخش على السيستم اللي بعده ونعرف الكومبوننت بتاعت كل سيستم، والكومبوننت دي كلها بنقول في الاخر ان هي محطوطة جوه راك، لكن لحد دلوقتي معرفناش الحمل بتاع الراك بحسبه ازاي. يبقى دلوقتي احنا هنتكلم على الـ IT load، ازاي احسب الحمل بتاع الـ IT راك. وعشان نعرف الحمل اللي موجود في الـ IT راك، يبقى لازم نعرف الحمل بتاع الاكتيف كومبوننت اللي موجودة جوه الراك، اللي هي ايه؟ احنا لحد دلوقتي ما قلناش اكتيف كومبوننت موجودة جوه الراك غير السويتش. تعالوا نشوف السويتش بقى ايه حكايته. السويتش زي ما قلنا هو عبارة عن جهاز بيقدر يجمع داتا من كذا اند بوينت او من كذا اند ديفايس، سواء بقى بي سي، CCTV، IP تليفون وهكذا، وبيجمعهم كلهم على كابل واحد، ويبعت الكابل دوت بالداتا اللي عليه كلها بتاعت كل الأجهزة دي لحد السيرفر روم. يبقى ديت وظيفة السويتش. طيب هل السويتش دوت ليه أنواع ولا هو نوع واحد؟ لا أكيد ليه أنواع كتير، تعالوا نشوفها مع بعض دلوقتي.
السويتشنج سيستم أول نوع من أنواع السويتشات هو الأكسس سويتش أو بيسموه الإيدج سويتش، وده السويتش اللي موجود جوه غرف الأي تي، اللي موجود داخل الراك، اللي موجود في كل زونة أو في كل دور، وده السويتش اللي بيتجمع عليه الداتا بتاعة كل الإند بوينت اللي موجودة في الزونة أو موجودة في الدور. يبقى ده السويتش المتصل بالإند ديفايس من الآخر يعني. تاني نوع اسمه الديستريبيوشن سويتش، وواضح كده من اسمه إن هو سويتش تجميعي، يعني بيجمع إيه بقى؟ بيجمع مجموعة أكسس سويتش. لو عندي مشروع كبير فيه عدد كبير من الأكسس سويتش، مش هطلع بكابلات من كل أكسس سويتش لحد السيرفر روم، لا أنا بجمع كل مجموعة أكسس سويتش على ديستريبيوشن سويتش واطلع منه بكابل واحد بس لحد السيرفر روم. ولما نوصل لآخر الفيديو هنعرف وهنشوف من كتالوج ان انا لو جبت كابل فايبر كبير جمعت عليه الداتا اللي جاية من مجموعة اكسس سويتش، هيبقى اوفر من ان انا اطلع من كل اكسس سويتش بكابلات لوحده لحد السيرفر روم. هنشوف في الكتالوج ان الفايبر كيبل لما بيكبر ما بيفرقش كتير في السعر عن السايز الأصغر منه. تالت نوع في أنواع السويتشات هو الكور سويتش، وده السويتش الرئيسي بتاع المشروع واللي مسؤول عن الكوميونيكيشن ما بين السويتشات وبين السيرفرات بتاعة المشروع ككل. يبقى احنا زي ما قلنا لو في مشروع كبير بنجمع مجموعة أكسس سويتش على ديستريبيوشن سويتش، وبعدين بطلع بكابلات من الديستريبيوشن سويتش لحد ما اوصل على الكور سويتش على طول. طيب هل لازم في كل مشروع يبقى عندي اكسس وديستريبيوشن وكور سويتش؟ لا مش لازم طبعا، على حسب حجم المشروع. لو في مشروع عادي مساحته مش كبيرة قوي او حجمه مش كبير، هطلع من الاكسس سويتش لحد الكور سويتش على طول بكابلات، مفيش اي مشكلة. لكن لو مشروع كبير مكون من كذا مبنى زي ما هنشوف بعد شوية، لا يفضل ان انا استخدم ديستريبيوشن سويتش اجمع عليه مجموعة اكسس وبعدين اطلع من الديستريبيوشن سويتش بكابل واحد لحد الكور سويتش. دوت هيبقى افضل واوفر وفي نفس الوقت هيبقى امن اكتر. طيب عندنا ايه تاني؟ مننساش بقى ان احنا هيبقى عندنا التليفون سيرفر، وبرضه هيبقى عندنا التليفون ست اللي هي بقى فيها البابكس وفيها كل حاجة خاصة بنظام التليفون. تعالوا بقى نشوف مثال على السويتشنج سيستم دوت. تعالوا بقى نشوف دايجرام بيوضح السويتشنج سيستم دوت بشكل أوضح شوية. بيبقى عندنا الأكسس سويتش، دي السويتشات الصغيرة المتصلة بالإند بوينت على طول، بنجمع عليها الداتا اللي جاية من الأوتلت. بعد كده بطلع من الأكسس سويتش لحد ما أوصل على الديستريبيوشن سويتش. الديستريبيوشن سويتش بيجمع الداتا اللي جاية من مجموعة أكسس سويتش ويطلع بكابل لحد الكور سويتش. نشوفها بقى في مثال. لو عندي مشروع كبير مكون من كذا مبنى وعندي الداتا سنتر في مبنى لوحده، فأنا بجمع كل الداتا اللي جاية من الإند ديفايس أو من الإند بوينت على سويتش، وبعد كده بجمع السويتشات دي على ديستريبيوشن سويتش اللي هو في الآخر بيخش على الداتا سنتر على الكور سويتش. نشوف مثال تاني برضو دوت مشروع كبير، هو عبارة عن مشروع جامعة مكون طبعا من كذا كلية، كل كلية بيكون فيها مجموعة سويتشات أكسس بتاخد الداتا اللي جاية من كل الأوتلت وتجمعها على ديستريبيوشن سويتش، وبطلع من كل ديستريبيوشن سويتش اللي موجود في كل كلية بكابل لحد الكور سويتش اللي موجود في الداتا سنتر. والكلام دوت هتلاقيه معمول في كل كلية من كليات الجامعة، بجمع من الأوتلت على أكسس سويتش، بجمع مجموعة أكسس سويتشز على ديستريبيوشن سويتش، وبعد كده بطلع من الديستريبيوشن سويتش لحد الكور سويتش على طول. بعد ما عرفنا بقى السويتشنج سيستم وعرفنا أنواع السويتشات، تعالوا بقى نبدأ نحسب الحمل بتاع السويتش عشان نعرف الحمل بتاع الراك. نتكلم على الأكسس سويتش. الباور بتاعة السويتش من غير ما يعمل أي حاجة هي عبارة عن أو حوالي 400 واط، وهنعرف بعد شوية يعني إيه من غير ما يعمل حاجة
أو داتا أونلي. طيب لو عندك راك جواه 6 سويتشات، يبقى 6 في 400 ب 2400 واط. نعمل حسابنا في سويتش ممكن نزوده في المستقبل، يبقى كده 2400، هنزود عليهم كمان 400، يبقى 2800، يعني نقول حوالي 3000 واط. ده كده حمل الراك جواه 7 سويتشات من غير ما يعملوا أي حاجة. يعني إيه بقى من غير ما يعملوا أي حاجة؟ أو يعني إيه داتا أونلي؟ يعني إيه سويتش بيعمل داتا بس أو بينقل داتا بس؟ تعالوا نشوف مع بعض. زمان وبرضه موجودة لحد دلوقتي، هتلاقي إن كل كاميرا موجود جنبها باريزة أو متوصلة بمصدر باور، طبعا بيكون UPS، وكابل الداتا اللي رايح لها هو مجرد بينقل داتا بس. فالناس لقوا إن الباريزة بتاعت الـ UPS أو السلك أو الكابل اللي متوصل على مصدر UPS دوت بيسبب مشكلتين. أول مشكلة إن الكابل دوت متوصل على لوحة موجودة في غرفة الكهرباء، طبعا غرفة الكهرباء مكان مش آمن، ممكن أي كهربائي يخش يلعب في اللوحات من غير ما يقصد، مثلا يفصل الباور عن الكاميرا دي. تاني مشكلة إن ممكن حد يشيل الفيشة أصلا بالغلط، يعني ممكن تلاقي باريزة جنب الكاميرا والسلك دوت عبارة عن فيشة متوصلة في الباريزة، وممكن حد يشيل الفيشة بالغلط، يبقى كده قطعت الباور عن الكاميرا، يبقى الكاميرا كده مش هتأدي الفانكشن بتاعتها، يبقى كده عندك مشكلتين. فالناس بقى بتوع السويتشات بدأوا يطوروا من نفسهم شوية وعملوا حاجة اسمها بي او اي سويتش. يعني ايه بقى بي او اي سويتش؟ تعالوا نشوف الحكاية كلها. البي او اي هي اختصار لايه؟ باور اوفر ايثر نت، يعني ان انت تقدر تنقل باور عن طريق كابل الايثر نت. ولو رجعنا بالذاكرة شوية لورا وافتكرنا الشكل دوت، وقلنا إن إحنا عندنا إن كابل اللين عبارة عن 4 بير، وكمان قلنا إن إحنا عندنا 1 بير بيعمل ترانسميت للداتا، 1 بير بيعمل ريسيف للداتا، وعندنا 100% سبير، يعني عندنا 2 بير ما بيعملوش أي حاجة. فالناس بقى بدأوا يفكروا ازاي يقدروا يستغلوا الاتنين بير التانيين دول. فقالوا بدل ما نحط باريزة جنب كل كاميرا، لا احنا هنقدر ننقل الباور عن طريق الاتنين بير التانيين دول، وكده ابقى استفدت من الـ4 بير بتوع الكابل كلهم. فبدأوا يعملوا سويتشات، كل سويتش يقدر يطلع باور معينة. اول نوع عملوه اللي هو البي او اي سويتش، بعد كده طوروا شوية عملوا البي او اي بلس، ده بيطلع باور اعلى. طوروا من نفسهم اكتر وعملوا البي او اي بلس بلس، ده بيطلع باور اعلى من اللي قبله. واخيرا عملوا النوع اللي هو يو بي او اي، كل مرة كانوا بيطوروا من السويتش اكتر عشان يقدر يطلع باور اكبر على كابل الايثرنت، اقدر اغذي بيها كاميرا، اقدر اغذي بيها اي حاجه محتاجه باور. البي او اي سويتش كان بيقدر يطلع 15 واط على البورت الواحد، يعني كل كابل يقدر يشيل 15 واط مع الداتا اللي هو شايلها. بعد كده قدروا ان هم يطلعوا 30 واط على البورت، مع التطوير والتطوير قدروا يطلعوا 60 واط على البورت، وفي الآخر قدروا يوصلوا إن هم يطلعوا 90 واط على البورت الواحد. عشان كده هنلاقي في سويتشات في السوق الباور بتاعتها ممكن توصل لـ2.5 كيلو واط، بسبب إن السويتش دوت ممكن يبقى بي او اي بلس أو بي او اي بلس بلس وهكذا. حد ممكن يفكر بقى، هما ليه عملوا بورت؟ هما ليه عملوا سويتش يقدر يطلع لحد 90 واط على البورت؟ لأن في كاميرات اسمها بي تي زي، الكاميرا ديت بيكون جواها موتور، فبتحتاج باور كتير شوية أو باور كبيرة شوية عشان يقدر يحرك الموتور دوت. عشان كده عملوا السويتشات اللي هي بتقدر تطلع 90 واط. بس لازم نبقى عارفين طبعا إن مش كل المشاريع
هتلاقي جواها سويتشات بي او اي، الا المشاريع الجديدة الكبيرة او المشاريع القومية الجديدة هتلاقيه بيستخدم بي او اي سويتش او بي او اي بلس على حسب احتياجه، لان طبعا السويتشات دي بتكون غالية جدا عن السويتشات العادية اللي هي ما بتطلعش باور. يبقى احنا كده نقدر نحسب الحمل بتاع السويتش، وبالتالي نقدر نضرب في عدد السويتشات ونعرف الحمل بتاع الـ IT Rack هيكون كام وات أو كام كيلو وات. نرجع بقى لشكل الراك تاني، نقولنا بنجمع اللان كيبل اللي جاية من كل الأوتلت وندخلها على الباتش بانل اللي هي بتوصل للسويتش، وبعد كده بطلع بكل سويتش بكابل فايبر لحد السيرفر روم. هو في الحقيقة ما بطلعش بكابل واحد، أنا بطلع بكابلين. طيب الكابلين دول اسمهم ايه؟ في ناس بتسميهم برايمري وسكندري، وفي ناس بتسميهم نورمال وريدندنسي. أنا هنا بستخدم كابلين عشان لو حصل فيلير أو لو حصل قط في أي كابل منهم يبقى الكابل التاني شغال والراك يفضل متوصل مع السيرفر روم، والداتا تتنقل ما بين الاند ديفايس وما بين السيرفر روم من غير ما يحصل لها أي مشكلة. عشان كده بستخدم كابلين، واحد احتياطي للتاني. طب كابل الفايبر اللي نازل دوت بنصيزه ازاي؟ يعني بنعمل الصايز بتاعه ازاي؟ كابل الفايبر دوت بيتحسب بعدد الكور، ممكن يبقى 2 كور، 4 كور، 12 كور، 24 كور، ودول كده اسمهم مايكرو كيبل. ممكن يبقى كبير شوية، يبقى 12 كور، 24، بس ميني كيبل في 48، 60، 72، 96، وهكذا لحد 288 كور. والكور دوت يعني شعرايه فايبر، يعني ال12 كور دول، يعني ال2 كور دول عبارة عن شعرايتين فايبر، ال4 كور 4 شعرات فايبر، ال60 كور دول 60 شعرايه فايبر. على حسب انت هتغذي كام سويتش، وكل سويتش بيحتاج كابلين زي ما قلنا نورمال وريدندنسي او برايمري وسكندري زي ما انت عاوز تسميهم مفيش مشكلة، بيحتاج كابلين كل كابل منهم 2 كور، يا اما تستخدم كابل واحد 4 كور يعني 4 شعرات. فعلى حسب الراك اللي عندك فيه كام سويتش، كل سويتش محتاج 4 كور، بتجمع عدد الكور بتاع كل السويتشات، وفي الاخر هتعرف انت هتطلع بكابل من السيرفر روم لحد الـ IT Rack بكابل كام كور. ممكن يبقى 24 كور، 48 كور، على حسب عدد السويتشات اللي عندك. ولو لاحظنا هنا في الديامتر بتاع الكابل هنلاقي ان الفرق مثلا ما بين الكابل ال4 كور والكابل ال12 كور الفرق صغير جدا في الديامتر، هنا 2 ملي، هنا 2.3 ملي. وهنلاقي هنا ان من اول 12 كور لحد 72 كور كلهم الديامتر بتاعهم 5.8 ملي، وده اللي بيفسر ان احنا لما قلنا لو جبنا كابل اكبر مش هيأثر معايا سواء في المساحة اللي هياخدها او في التكلفة، لان التكلفة هتبقى قليلة جدا. يعني الفرق في التكلفة ما بين ال24 كور وال48 كور هيبقى حاجة بسيطة جدا، فانا اجيب الكابل الاكبر عشان أبقى عملت حساب أي زيادات في المشروع لمدة 20 25 سنة قدام، محتاجش إن أنا أغير كابلات كل ما يحصل أي زيادة أو أي فيوتشر اكستنشن في المستقبل. كده تقريبا غطينا كل المواضيع الخاصة بالاستراكشر كيبل، واتكلمنا عن الداتا، واتكلمنا عن التليفون، واتكلمنا عن كل الكومبوننت بتاعت كل أنواع السيستمز اللي موجودة، وعرفنا ازاي نحسب الحمل بتاعها وازاي نحسب مساحة الغرف اللي محتاجاها وهكذا. كده مش ناقص لنا غير ان احنا نشوف مشروع للاستراكشر كيبل. وبخصوص المشروع بتاع الاستراكشر كيبل انا هاخد رأيكم في حاجة على الجروب الخاص بالكورس دوت، وعلى اساسها هنحدد احنا هنعمل المشروع ده ازاي. او الفيديو بتاع المشروع دوت هيكون عبارة عن ايه؟ هيكون زي البابليك ادرس والفاير الارم، ولا هيكون حاجة مختلفة زي ما نشوف مع بعض على الجروب ان شاء الله. بنعتذر برضو ان الفيديو طول،
بس كنا محتاجين إن إحنا نخلص الاستراكشر كيبل في الفيديو رقم 30 دوت. شكرا.